ضمن الفعاليات التراثية والثقافية المتواصلة في مهرجان الشيخ زايد بنسخته السابعة بمحافظة سقطرى، أقيمت مسابقة الشعر السقطري، وذلك وسط منافسة كبيرة بين 12 شاعر وصلوا للتصفيات النهائية التي استمرت 3 أيام. مسابقة شعر سقطرى النسخة السابعة لهذه العام بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وبرعاية خلفان مبارك المزروعي. وهذه السنة يعني كالسنوات السابقة يعني تقام المهرجانات وتقييم المتأهلين والمتسابقين. معانا متسابقين ما شاء الله تقريبا 12 نفر. المسابقة التي تقام بشكل سنوي تهدف للحفاظ على الموروث السقطري الأصيل ليتناقلوه الأجيال القادمة، ويبرز مدى غناء الأدب السقطري والذي يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه مؤسس خليفة الإنسانية بالثقافة السقطرية. هذه المسابقة مسابقة حلوة ومسابقة طيبة، وتكونت من عداد ومكونات شعر سقطري من اختلف المناطق سقطرى. بفضل الله تم بفضل مؤسسة خليفة الإنسانية فرحين بهذه المهرجان الذي يحافظ على الإرث القديم، يحافظ على العادات والتقاليد القديمة التي بدأت تنقرض في بعض الأماكن في سقطرى. وفضل الله وتواجد مؤسسة الأعمال وتواجد مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية الآن الحمد لله عادت العادات القديمة التي كانت تنقرض. وتشهد يوم الجمعة المقبلة إزالة الستار عن بطل بيرق الشعري لهذا العام وسط تحدي كبير، وترقب عشاق الأدب السقطري حتى يتجهز المتسابقين الثلاثة لليوم الختامي من خلال إعداد قصائد تلقى تأييد لجنة التحكيم والجمهور الحاضر، وذلك وسط حضور رسمي وشعبي كبير.